وطالب ترك الدوسري يعطيني جوالات. يلا لا 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 خذ من عقد عال، خذ من عقد عال، باكل بيدي. الرسول كان ياكل بيدي. صح 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 ما كان بيعات كذا، وصلت المرحله ذا اللي بدا من البيعات. صح على طول. صح 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 على طول ابو البيع اللي كذا. وش رايك انت مبدع دائم؟ هذه خذاها قاعده. تطالب من هذا المنبر تصير فريق؟ ها اي اكيد دائم. هم يحسبوني خايف منهم. من هم؟ انا علمت امبراطور تنهزم. عندي خطه يا عيال. مو بنهزم انا. اقول لكم حاجه، انا تقصدت. قل لي ليه؟ لان طبختكم صعبه وانا امبراطور. فاهديتكم. لا اعطيك على عينك. خلت قصدت. ايوه عادي اكل معكم من اكلكم. ياكل. بس وين المرق؟ انا جد احسب انها مسبح. تبغون شوربه يا جماعه؟ والله ليه ما تجيبون سفره؟ بيتكم. انت اخر واحد يا امبراطور. شوف حنا يدوب خليناك تاكل. تشرفنا. فيه. شوف معاذ راح، يعني اني مقدم. والله انت جيت تغسل، انا اللي طبخت طبخ كامل. هو عاش دور المقدم كذا راح يعني. خلاص خلاص انت وامي معكم بروح. يا نايف اطبخ اطبخ يا نايف. والله يوفقك انا معك قلبا. داود هريش يقول عشان يوثق، قال والله انا عندي محاور ما ادري متى اخلصها. اطبخ يا نايف. لان طبخت اصلا ليش تطبخ؟ خلصت. ايش قصدك؟ قصدك ان قصدك نظف. معاذ تعال نظف. والله اني اغسل معاذ. عندي محاور. طيب انا ما اكل. صب الرز على الفرشه ما اكل. ايه اللي ياكل الفرشه مو واضح اني مغبون. صح. الله يعز النعمه. عندك حل بعدين. اللي يعطينا الطعام 15 وانتم 10، المفروض ما بيننا فرق 5، المفروض بيننا فرق. عندي محاور. ها فرق 6000. خليني اطبخ لحالي من الحين. وايش؟ لا 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 لانه طبخه ما لانه طبخه انا. ايه في امك خميره اللي قبل شويه. والله ما دريت. والله ما دريت. ترى ما سمعت شيء. والله لي نعم. والله يخليها لك. اللهم امين. وتسلم عليكم. هي سلمت علي وقالت الله يوفقكم جميع ويسعدكم ويعطيكم حتى يرضيكم. الله ويوفقكم التوفيق جميعا. يعني ما بزعل انا هزمنا. طبعا ما اقدر الحين اشوف الكاميرات ولا شيء لاني رجعت متسابق. لا باقي باقي مشخص. هاجر اختي امي الثانيه. الله يخليها لك. ولا يحرمني منها ويخليها. الله يطول لكم بعمرها. اللهم امين. والامانه قد وقفت معي وقفات الله عالم بها. وبيض الله وجه بياض الشحم. والمعذره يشهد علي الله اني ما دريت انها انت لاني ما سمعت الصوت زين. عادي طالع الكاميرا باقي شخص. ترى هذه مخاطبه جمهور يعني. وكثر خيرك يا هاجر. الله يطول لي بعمرك ويسعدك ووصل السلام لله الجميع. الله والشباب يقولون بيض الله وجهك وجم الله حالك على كلامك الطيب ودعواتك. يا هاجر المعذره ترانا كنا احنا نسيف الدجاج لما يطلع صوت قط. اس والله ما سمع الرجال. يعلبوش في الجنه يا هاجر. لكن الله يسعدك. معاذ كان عنده محاور ولا سعد؟ ايه والله قلت محاورك. والله قلتها. احنا غسلنا. انا ابغاك تساعدني بحاجه واحده. تغسل. على خشمي. بس تعال تعال كل. تعال كل. بغسل. تعال تعال. بغسل واجي اكل معكم. تسجل في التاريخ. تعال كل اول. بالله يا جماعه كم التقييم؟ تقديم كيف؟ تخيل والله فنان. كم التقديم؟ كم ترى امزح معك. خصم. ادري ادري. ادري ما خصومات لان اذنت. ما وقفت هنا. ما ادري انت عشت دور السلطه العليا. الله يستر. محمد عيسى وصل لمرحله اللي يجي يشوفني نايم. لا ليش نايم؟ خاصم اخوياي طيب نايمين. لا خاصم ما ارتحت لك. يحصلك في البث يقول لك ارجع النام. يلا ارجع نام. محمد عيسى وصل لدرجه انه يقول ادعوا لي نايم تجي تصورني. يا خاصم كذا شوف يوم طلعوها في النقد والله العظيم مناديني. عرفت تعال تعال حياك تعال يلا تقلط تعال طع صوره يلا ارجع. لا لا اذا شافك في السيب يقول هلا نايف. ساعتها بقول لك حاجه اللي اسبوعين ما قلتها. اليوم حط رجلك طالع جوال. حرام انها 15. بعدين لاحظتوا في شيء؟ محمد عيسى جواله 17 كاميرا. ايه ايه ما ادري وشو. لكن اليوم في الظلام كذا امشي شرفي طلع لي كذا من وراي. ايش تسوي؟ لا لا مرتكز ما اخذها احترافيه. عدد يوم لفيت اصلا هو
هو ينتظرني الف ثبت الوجه ديوا ما ادري ما ادري انا متوتر اليوم تسالوني اسف تسالوني الربع انا تعدى فيه التوتر حتى اوصل هذا خويه ولا حلو حلو تسالوني عن التجربه اسمع اسمع هلا محمد عيسى العدسات اللي في الجوال زي الكبسات اللي برا والله ما تمغض ظهرك ادري ايش قلت انا اكثر واحد صور محمد عيسى والله ما تنحاش يثبتك اظنها يا اشعه تدري انك كم الحق الحقتك ذاك اليوم تعديت كم شيء سبع حراريه تدري ايش قلت محمد عيسى ما له داعي يجيبون في المنتجع كاميرات جوالك كم فيه كاميرا ما شاء الله تعال انت صورنا والله ما تنحاش والله كاميرته تلحق اصلا تروح عند تنحاش اوكي انحاش حذف الجوال راح لحق بس الصوره ديور والله امجيكم جميل شفت الطبخه هاي كويس والله فنان هو والله باهم لكن انا اقول لكم عن الشعور والله شعور قسم بالله انه شعور فخم اي عادي تروح هزمت صح ان شاء الله انكم اي عادي والله ما عادي لو نايف الحال اللي يطبخ اخذت ويغسل عادي اكلت يمناك بيمناك اخذتها الحمد لله يلا الحين رجعت انا شوف الحين انا امبراطور وانت متسابق شو الفرق عاد انا املي هي احنا كم اخذنا نقطه 150 ولا 150 يا رب اعطيني 300 كل ابو 150 300 موسى والله ما تصل على كل 150 اوف شفت المكان اللي طلعته يا اخي انت اول ما يقول انت من في حاجه 150 اول ما يقولون الشيبان الو قمت تدري ليش؟ ايه عشان بعطيه العصايب انا ما من هذا المنبر امسي على اخواننا الشيبان صح ولا انا جيتوا بيض الله وجههم جاجتي يا اخي ما شاء الله عليهم رياليتيهم عالي انا قبل النوم اسمع واحد صايح لحظه والله انهم يستاهلون والله ذاك اليوم صحوني من النوم بغيت اقول لحظه بيض الله وجيهكم بلا صياح لا هد هد صياح وعلى راسي يا الشيبان ادركت اني جبت العيد تكفى تكفى ابو سلطان عاد من زمان ما جاء عامر بن سدح تعال عامر بن سدح يقولون امس قرر ما ادري في تويتر ما ادري ايش عامر بن سدح قرر يقول سمعتها في النقد يعني ما شفتها فقرات النقد يا اخي اسمع يعني نايم صح اي طيب عامر من الاصوات اسمعها يقول كذا يقول جاتنا منا وجت منا وجت منا والله يصيحون بعدين 36 واحد يصور 700 كاميرا يصور قص من اليوتيوب لا يصور كيف يصور يا نايم كيف يصور ذاك يوم جاب يقلب بالله عليك كيف يوم جاب يقلب يوم جاب يقلب يوم جاب يقلب بالله عليك تكفى لا تبيني ايوه لكن يا زينهم والله يا عليهم جو والله جوهم حلو بس نايم ايش حسيت والله ما ترقع يا نايم في الحمص ايش حطيت لولا النوم والله اني لادخل أريلت معهم يعني ريالتي أريلت هذا الجو علمني إيش حطيت عليه موية أنت ولا ثلج طبعا علم الشيف قال ميدي حط علبة موية حطيت نص علبة بعدين قال لي سويت أشرب يعني لو حطيت علبة كاملة إيش بيصير لا يا أخي المفروض إنه فيه ثلج أصلا الصدق علشان يجي قوامها دقيق يا قوامها يا نصرت يا حد مسك جوك أنت اللي مسوي الرز ايه الله يعفانك لا انت اذا تكفى ليه؟ حساوي الان في الاسواق لا لا مو بلا سويتها مو طيب لا لا انا ما دريت انه بينتقد موسى طيب يلا الزم خصم يلا ما انت السبب ايش ذا؟ لا ايش ذا؟ اقول لك حاجه باقي الصحن ما تاكله بصل بالرز وايش البصل اكثر من اقسم بالله انكم مقهورين انت والمسبح اللي مسويه ترى نعمه ما يجوز يا لا لا ما سبيت طيب انا وش رايك تقلبها محلبيه؟ الله يجود عليكم يرحم والديكم تعال نايم يمين تعال يا رجال تعال تعال ورب البيت اني اطبخ غير طبيعي لكن شوف يتخاصموا الحركة تعال شيل الرز اللي هنا هذا الرز تعال 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 والله ما طشيت انت الامبراطور وهذا عشاك تعال والله انها اجر لكم شله لكن نايم ايه ما بنشله مو مدري ابشر بالعوض يلا رح بنشله بس اللي طيحه يشله ابشر بالعوض انا والله اعرف هذه ابشر بالعوض انا قلتها الواحد الاسبوع الاول الى الان ما قبلت في المطبخ عضو تسلم اسمع حصريا تدري وش العوض نايف ومعاد يعلنون عن طبخة مرق الحمص شوفوا انا لميت الرز الحين اذا ما حد غسل صحنه ترى بنغسل تراني امبراطور تذكر يعني يا جماعه حد يذل امه حقي كملوا عشان ترتاح من الغسيل لا خله يجد عليك ويرحم والديكم جعله والله ما هابي طالع فيها يا حبيبي جعله بالعافيه والله ليتكم والله كل يوم تطلعون في فقره المطبخ
هذا جزء والله جزء من اتعابنا اللي نقدمها انا عامر. ما لاحظت ما حد دق وقال عامر منير؟ ما حد ولا حد ارسل؟ في واحده قبل شوي تقول عامر. لا 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 اصغار قبل معاذ. معاذ هذه اخت اخونا معاذ. اوه معاذ احسب انه عامر. والله يا عيال السالفه في بالي كانت حلوه ما عرفت كيف ضاعت وبس رحنا يا اخي لا تسولف يا اخي والله ورحنا وقلنا ما ادري ايش ليه طيب من سالفت يوم والله انها سالفه حلوه. وش اللي يقول يوم سكنت بالدوادمي هي لها مداخل ومخارج انا ما سمعتها. اعد ما سمعتها. يلا يا اخي مو في عدي صحن قدامي مسوي مقدم قبل شيء هذا طال عمرك قدامي. موسى تكفى بيطلع شكلي خايس انا. لا ما انا افهمك تكفى يا موسى. الزاويه 90 اعرفها اعلمك. صدقني ما في انسان بياكل. لا اله واخذنا يومين اليومين ذي عباره عن شوف الدنيا كيف تدور. انت غدا انت عشت مقدم للحروف نرجع بس متسابق وامبراطور يقول لي اسلم غسل المواعين لكن ساقف احتراما وتقديرا لهذا الامبراطور. ابشر يومي ابشر بي والله ابشر. ايه انت وياه غسلوا صحنكم. هذا اللي تفلح صح؟ هذا نمسح فاين خلاص خلصنا اياه نمسح فاين خلاص. هذا انتم اللي خلصتوه. الجال كيف الطريقه؟ ذا الحين ما ادري انا سويت اللي علي. الله يقطع انا سويت اللي علي و... ايه طبيعي فرق يا ولد. انا سويت اللي علي وقصرت. انا اخذت 250 عادي طبيعي. تعال موسى صح 150 صح؟ 150 هذا اللي 150 ليت كل الطبخات نايف يا شيخ. طباك عبد يا شيخ كل شيء سلاسة ويسر وليس عسر. والله أنا سويت اللي علي وقصرت. لا والله ما قصرت أنا بيض الله وجهك بيض الشهر. لك تأسف. الباب علامة يفتح ويسكر يا أخي. الباب علامة مسكون طيب بقرا لكم هذه الشيله يا الربع. يلا بسم الله 1 2 3 آه يا عمري ويا ويلي عليك لو ثمن كب مع عيوني بشتريك كيف تسألني أبيك وما أبيك يا أحبك وأعشقك وموت فيك ما بي غيرك أباد أنت ما مثلك أحد لو تبي روحي بعد روحي ما تغلى عليك ما تغلى عليك لا تشكك في غلاك وفي وفاي شوفني خليت هالدنيا وراي ما أبي غيرك ولا غيرك مناي الحياة اللي أبي في يدك في عيونك سحر والسحر النار أزرق الصحن بشور زرعة بزعته خلاص أزرق ما جربته ترسمون. شوف دائما ما فكرته الناجح عامر تراني منشط صوتي تعبان حتى انا تعبان والله تعبان من قبل شوي وبعدين من قبل بعدين يا عامر الناجح دائما محاضر نايف اسمع الناجح دائما محاضر مالك هلا اسلم. يا غاية قلبي وشعوره هذه 3 شهور لا إيه هذه ثلاث شهور ما في ثقة يعني والعجل متحمس خاف ما في ثقيل خمسة الله أكبر. يقول الشاعر البيزنطي وينك يا درب السعادة وينك يا درب السعادة هل قفلوك الحبايب هل قفلوك الحبايب سنتين على الدرب تايه ما حد من الناس يا با سنتين على الدرب تايه ما حد من الله الطبقات تدري ايش ابغى ايه احب
بغيت أعلم ما تقدر ما الجو ليه؟ ما مقفل في شغل برا والله في شغل برا يا الرب لا جهة المزروع جهة المزروع ما في يا الربع والله اني صاد ما في يا تعال ما في احد ها تعال مش اخ يا عمري ويا ويلي عليك لو ثمنك بما عيوني بشتري Ha ha.